إلى نافذتنا اليومية على العام 2017. شهدت موريتانيا خلال عام 2017 تراجعاً على مستوى الدين العامي بأربع نقاط وفق مؤشر صادر عن صندوق النقد الدولي، كما عرفت خلال ذات العام إطلاق استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. وتشكل هذه الاستراتيجية الإطار التنموي العام لعمل الحكومة الموريتانية، وقد حلت محل استراتيجية البرنامج الوطني لمكافحة الفقر. نتابع. تراجع الدين الموريتاني العام خلال العام 2017 بأربع نقاط حسب آخر المؤشرات الاقتصادية التي نشرها صندوق النقد الدولي، حيث وصل إلى 69% من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب المراقبين فإن المؤشر يعتبر تطوراً في العملية الاقتصادية، لكنه يطرح مشكلة القدرة على تحمل الديون في وقت تختفي فيه بعض الموارد مثل النفط وضعف معدلات النمو. وشهد العام 2017 تطوراً هاماً تمثل في انطلاقة أول خطة عمل ذات أولوية لاستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك، والتي تحظى بغطاء مالي استثماري إجمالي قدره 56.258 مليار أوقية، موجه لتمويل مشاريع حيوية في مجالات البنى التحتية والزراعة والمياه والطاقة والتنمية البشرية. وتشكل هذه الاستراتيجية الإطار التنموي العام لعمل الحكومة، وهي تحل محل استراتيجية البرنامج الوطني لمكافحة الفقر. وتطمح الخطة المصادق عليها من قبل الحكومة إلى تحقيق مزيد من الشفافية في إدارة الشؤون العامة والعدالة والمساواة بين جميع الفئات الاجتماعية والتمييز الإيجابي لصالح الفئات الضعيفة وتطوير آليات ملائمة للتضامن والحماية الاجتماعية لامتصاص أي غليان اجتماعي محتمل. وفي إبريل 2017 قامت الحكومة الموريتانية بخطوة تمثلت في وقف عمل الأجانب في القطاع لتحفيز مرتلة القطاع، وأدت العملية لطرد الآلاف من السنغاليين والغامبيين العاملين في القطاع حتى يحققوا الشروط الجديدة للعمل وفقاً لقرار الحكومة الموريتانية. وقد أعلنت وزارة الصيد الموريتانية عن مساعيها لتأهيل الآلاف الشباب الموريتاني لسد الحاجة السوق في المجال ولمزيد من مساعي امتصاص البطالة في البلاد. وفي نوفمبر 2017 وقعت وزارة الصيد الموريتانية اتفاقية جديدة مع الصين بشأن مصائد الأسماك، يحل محل الاتفاق الساري منذ العام 1991، وذلك للاستجابة للشروط الجديدة للقطاع ومنظومته القانونية. وفي المجال الثقافي، عرفت موريتانيا خلال عام 2017 حراكا ثقافيا كان أبرزه حلولها في المركز الرابع في مسابقة أمير الشعراء بالإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة شنقيط بمجالات علمية مختلفة. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. جمعت كرونولوجيا عام 2017 الثقافية مع حلو المشهد الاحتفائي مر السياق التأبيني في فعاليات لعل أبرز تجلياتها انتظام أعمال صالون مامون الثقافي في سلك موعد دوري ضبط منظموه إيقاع نشاطهم الأدبي الوليد على شعار الصالون البكر ثورة الحرف. مبادرة اقرأ معي المنتقلة من زرقة الفضاء الإلكتروني إلى خشخشة التصفح الورقي عرفت طريقها إلى ذات المنبر مطلع العام من خلال إطلاق باكورة أماسيها الأدبية مع الشاعرة باتة منت البراء في موعد دوري وضعت له شعار قافية تيمنا بين يدي ذكرى انطلاقتها الأولى التي شيعتها بتوسيع دائرة تناولها التخصصي الذي انتقل من نافذة المطالعة الحرة إلى أفق المراجعة الاستنطاقية عبر جلسة ثابتة بعنوان 100 دقيقة نقاش. فيها يتولى المؤلف تقديم كتابه وبسط زاوية تناوله. حضور على الساحة الوطنية مدت إليه بسبب يتيمة عقد التمثيل الموريتاني في النسخة السابعة من مسابقة أمير الشعراء التي تلقى راية مجدها باليمين الشاعر الشاب شيخنا عمر الذي كلل تأهله إلى جولة الحسم بتبوئه المركز الرابع في عرس تنافس استبق تراد صداه بيت الشعر واتحاد الأدباء الموريتانيان بعزف الأول على وتر الاحتفاء بعضوه المتصدر ولوعة الثاني بما اعتبره تمييزا استهدافيا وقف بحظ فارس القريض الموريتاني دون مدى المؤمل. واسطة عقد التكريم في نسخته الوطنية الرسمية
كان جد استضافتها قصر المؤتمرات بنواكشوط، حيث تم إعلان وتوزيع جوائز الشنقيط للموسم 2017 في محفل حضره جمع من حملة الفكر وجمهور الثقافة. ذات المسرح احتضن افتتاح فعاليات يوم البقرة العالمي منسلخ شهر ديسمبر بحضور وزيرة البيطرة ووزير الثقافة والصناعة التقليدية وأمير فومبينا حفيد الشيخ المجاهد عثمان فوديو. قطاف جني قطع شجية بشير ناديه مع مغرب العام، صوت النعي الذي لم يرفع فوق رثائه صوت في حضرة خلود أمير الشعر الموريتاني الخنذيذ الشيخ البلعمش، الذي أبت يد المنون إلا أن تقدح زناد رزئه بإلحاق فقيد القريض بالصالحين الذين صافحت أسماؤهم وارد بريد الراحلين. حمداً قطص لنقال والتاه في مجال تعزية عن جمال واللي الحسن عمره ما قاعد طوال قبال غير عراق وله ما هو عن المحال مثلا ينجبروا فتيان على ذا الحال كيف الشيخ الدهرو إلى ما عاد طوال عراق تغمده الله برحمته.